الضفاف وحراجع كل الكتاب والاختبار سؤالين هي اللي تحدد مصيرك. كنت احب انا المدرسه بس عشان كثر الاصحاب والواقع سجن مؤقت نظام ويستثير. اكره كتاب العربي مع ذلك شاعر بارع اوزن كامي محتاج اعرف مبتدا ومضارع. لما انا دكت الطفره ما استفدت منكم اي كورس. لما احتجت اصرف على البيت ما فادني في ثغره. تدريس اصبح وظيفه ما فيها اي ضمير الا من رحم ربي ولا الدشر كثير. طول الحصه قاعد يرضع في السناب في الواتساب ولما طبت الوزاره قام شرح نص الكتاب. في الزاويه طالب نايم ضامن ام المستقبل وطالب يبغى المعدل عشان حلم المستقبل وطالب حاول يتعدل. كره الماضي والمستقبل قام استقبل المستقبل بس المستقبل استهبل. المستقبل كله تبدل عيش حياه الكفاح عيش التوك لايف التوك لايف اساس النجاح. مبادئهم مضروبه والدراسه صارت كيس. مشي اليوم ارمي كم واجب واسحب على الخميس. خطط كل الكتاب وذاكر من جلدالي جدا جاي مرسم بس منسب ما عنده ما عن جده. المشروع واضح صريح من بدايه الثانويه اما نسبه مئويه او حياه اجراميه.